في صيام التطوع إذا نسي الصائم وشرب الماء فهل يبطل صومه؟ لا، إذا نسي وله فريضة وله نافلة ما يبطل صومه. قوله صلى الله عليه وسلم: عفية لأمة الخطأ والنسيان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، هذا في النفل وفي الفريضة. نعم.